بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب أو هذا الكتاب في نواقض الوضوء، نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء. وقد سبق أن النواقض منها ما هو مجمع عليه كالبول والغائط، ومنها ما هو مختلف فيه. مر معنا المختلف فيه النوم والكلام فيه والتفصيل فيه، وهذا الباب في باب مس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض. أورد فيه المؤلف الأحاديث الدالة على أنه ينقض والأحاديث الدالة على أنه لا ينقض، وأبدى رأيه في آخر الباب، وسنرى هذا إن شاء الله. نعم. باب الوضوء من مس المرأة. قال الله تعالى: مس المرأة، مراد به المس باليد، مس باليد، لمسة، يعني اللمس، المس المراد به اللمس. هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، أو فيه تفصيل سيأتي هذا إن شاء الله. نعم. باب الوضوء من مس المرأة. قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقرئ أو لمستم. نعم، هذا في الموضوع، الآية في الموضوع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا في الطهارة الصغرى، وإن كنتم جنبا فاطهروا أي اغتسلوا، هذا في الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر. ثم بين أنه إذا لم يستطع الوضوء أو الاغتسال بالماء ماذا يصنع. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فجعل التيمم بدل الماء في الطهارتين الصغرى والكبرى، وذلك للمسافر الذي لا يجد الماء أو معه ماء قليل لا يكفي لحاجته وحاجة رفقته ودوابه، إنه يتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، مرضى المريض إذا لم يستطع طهارة بالماء سواء وضوءا أو اغتسالا فإنه يتيمم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.
ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فهذا عاجز عن استعمال الماء كنت مرضى أو على سفر، هذا الغالب أنه يكون فاقدا، هو لا يعجز لكن يكون فاقدا للماء. أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا من نواقض الوضوء بالإجماع، الغائط هو الخارج، كني عنه بالغائط وهو المكان المنخفض، لأن الذي يريد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان منخفض، وكني عن الغائط عن الخارج بالغائط اسم المكان. وهذا من الآداب أن الأشياء المكروهة لا تذكر بلفظها وإنما يكنى عنها. أو جاء أحد منكم من الغائط أي الخارج من الدبر، جاء أحد منكم من الغائط، هذا أيضا بالإجماع أنه ناقض. أو لامستم النساء، هذا محل الشاهد، فجعل لامستم النساء مع هذه الأحداث، كنتم جنبا جنابة وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فجعل ملامسة النساء موجبة للوضوء مثل ما يوجبها الغائط. قد يقول قائل لامستم يدل على المشاركة من أفعال المشاركة، يعني حصل ملامسة من الرجل والمرأة، كل منهما لمس الآخر. جاءت القراءة الثانية أو لمستم النساء، أي الرجل لمس المرأة، لمس المرأة. وهذا أيضا يمنع تأويل لامستم بالجماع، يعني بعض العلماء فسرها بالجماع، لامستم يعني جامعتم، هذا مر في قوله وإن كنتم جنبا فيكون تكرار أو لامستم، فلا يظهر من الآية أن المراد بالجماع لامستم. وبدليل لمستم هذا من طرف واحد وهو الرجل لمس المرأة، لمستم خطاب للرجال، لمستم النساء، فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض من الغبار والتراب، كل ما تصاعد على وجه الأرض وهو طاهر، ولهذا قال طيبا، تيمموا ويقصدوا صعيدا طيبا أي طاهرا، يخرج بذلك الصعيد النجس فيجوز التيمم به، تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من للتبعيض، دل على أنه لا بد أن يعلق باليد شيء من الصعيد يمسح به وجهه وكفيه، تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والمراد باليد هنا الكف، إذا أطلقت رادوا بها الكف، ولذلك لما الوضوء وأيديكم إلى المرافق، لو كان المراد باليد مجموع الكف والذراع ما احتاج إلى قوله المرافق. وكذلك اقطعوا أيديهما، وين مراد الكف، ما قال اقطعوها مع المرفق، ما مقصد الكف، فاليد إذا أطلقت رادوا بها الكف، امسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيمسح بوجهه وكفيه ظاهرا وباطنا.
فالآية الشاهد منها للباب أو لامستم، لمستم يدل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، هذا من الآية. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. رواه أحمد والدارقطني. نعم. هذا الحديث فيه أن رجلا أصاب من امرأة لا تحل له، أصاب منها ما دون الجماع، لمسها وباشرها وعمل معها كل شيء إلا الجماع، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيع هذا الرجل. لا شك أن هذا معصية، أن هذا معصية ولا يحل، ولذلك عده الله من السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، دل على أن هذا سيئة حرام. هذا من ناحية. الناحية الثانية: ما الدلالة على أن هذا ينقض الوضوء؟ في آخر الحديث قال له: توضأ، هذا محل الشاهد، توضأ ثم صل، فدل على أن مس المرأة، دل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، لأنه قال له توضأ. وأما من ناحية يعني فمس المرأة من ناحية نقض الوضوء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فدل على أنه ناقض. ومن ناحية أنه سيئة، أنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا طهارة من السيئة، الصلوات الخمس طرفي النهار وزلفا من الليل، الصلوات الخمس، الصلوات الخمس كما في الحديث، الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، إن الحسنات يذهبن السيئات، مراد السيئات الصغائر، ما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث: كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، التكفير خاصا بالصغائر من الذنوب. فهذا ما دل عليه هذا الحديث، دل على أن سيئات الصغائر يكفرها الله بالصلوات الخمس، ودل على أن مس المرأة تقبيلها وغير ذلك من مباشرتها أنه ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره به، مرتبا ذلك على ما فعل مع المرأة، دل على أن مس المرأة ينقض الوضوء. نعم. وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود: هو مرسل. إبراهيم التيمي: لم يسمع من عائشة. وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث، ليس في هذا الباب حديث
أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا؟ نعم، إبراهيم التيمي من التابعين، من كبار التابعين، روى عن عائشة أم المؤمنين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويتوضأ، أو كان يقبل نساءه ويصلي ولا يتوضأ. لكن هذا الحديث مرسل، بمعنى أنه من رواية التابعي إبراهيم التيمي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت أنه رواه عن عائشة. لو ثبت كان متصلا، لكن ما ثبت هذا. فالصحيح أنه مرسل، والمرسل ما رواه التابعي عن رسول الله، يعني ما سقط منه الصحابي، هذا معنى المرسل. وهذا من قوادح الإسناد، هذا إسناد منقطع بالإرسال. لكن مع هذا يقول ليس في الباب أحسن منه وإن كان مرسلا، وهو يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساء ويمس ويصلي ولا يتوضأ، فهذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، رواه النسائي. نعم، وهذا أيضا يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. دليل ثاني ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تعترض مضطجعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها فسجد صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وهو يدل على فضل عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت محظية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد أنها تفعل هذا الفعل بين يديه، ويدل على أن الموضع المكان الغرفة كانت ضيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده قصور، أقول ما عنده قصور أن يسكنها ومنازل فسيحة وغبها، ما عنده، إنما عنده ما يمشي الحال فقط، ما يمضي الحال في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام، وإلا لو شاء الله لجعل له قصورا كما في الآية تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري، يعني في الدنيا من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، ولكن الله جل وعلا رفع نبيه عن متاع الدنيا إلى ما عنده في الآخرة. ودل هذا الحديث على ما أراده المصنف أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ها هو الرسول يمس عائشة وهو يصلي. ودل أيضا على أن المرأة إذا كانت جالسة أمام المصلي أو مضطجعة معترضة أن ذلك لا يضر، إنما المحرم المرور، مرور المرأة بين يدي المصلي. وأما على هذا الوضع المذكور في الحديث هذا لا يؤثر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته
فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. وهذه واقعة أيضا ثانية، ما واقعة أخرى حصلت لعائشة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان عندها في ليلتها ففقدته أثناء الليل، فأخذتها الغيرة خشية أن يكون ذهب إلى غيرها من زوجاته أو سريته مارية القبطية، فذهبت تبحث عنه فوجدته في المسجد يصلي ساجدا على الأرض رافعا رجليه عليه الصلاة والسلام، رافعا عقبيه مباشرا بأصابع رجليه الأرض، فوقعت يدها رضي الله عنها على باطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وهذا محل الشاهد من الحديث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، حيث إن عائشة لمست باطن قدميه عليه الصلاة والسلام فالتقى قدماها مع يد عائشة، ومع هذا لم ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم، استمر في صلاته. نعم. وأوسط مذهب يجمع بين هذه، هذا لما ذكر الأدلة المتعارضة، أدلة تدل على أن مس المرأة ينقض الوضوء وأدلة تدل على خلاف ذلك، بناء على ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا بدليل هذه الأحاديث، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث الذي فعل مع المرأة كل شيء إلا الجماع من المباشرات، ولم لا هذاك بالعكس يدل على نقض الوضوء. نعم. لكن هل حديثان، حديث عائشة رضي الله عنها يدلان على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، بينما الآية في القراءة الثانية لمستم، وحديث الذي أصاب من المرأة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يدلان على أن مس المرأة ينقض الوضوء. اختلف العلماء إلى ثلاثة أقوال. قول الأول أن مس المرأة لا ينقض الوضوء أخذا بالأدلة التي تدل على أنه لا ينقض الوضوء كما مر، وهو قول المالكية. قول الثاني أن مس المرأة ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، لأن الآية والأحاديث لم تشترط الشهوة، بل مجرد المس ينقض الوضوء، وهذا قول الشافعية. القول الثالث وهو مذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم الجمع بين الأحاديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أن مس المرأة إن كان بشهوة فإنه ينقض، لأنه مظنة خروج شيء، مظنة خروج المذي أو غيره، فهو مظنة، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة. فإذا كان مسها بهذه الصفة بشهوة فإنه ينقض، أما إذا مسها من غير شهوة، يعني وقعت يده عليها من غير شهوة ومن غير قصد
مثل مواطن الزحام أو مع امرأته أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس مظنة لخروج الناقض، وأخذا بالأدلة على أنه لا ينقض الوضوء مس المرأة في هذه الحالة، يعني في حالة عدم الشهوة. والأدلة التي تدل على أنه لا ينقض محمولة على عدم الشهوة، والتي تدل على أنه ينقض محمولة على وجود الشهوة في المس، وبهذا تجتمع الأدلة، تجتمع الأدلة، مع العلم بأنه لا بد أن يكون المس بدون حائل، يكون المس بشهوة وبدون حائل، أما إذا كان من وراء حائل فهذا لا يضر لأنه لا يكون معه شهوة مع الحائل. نعم. وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة. نعم، هذا هو المذهب الوسط الذي يجمع بين الأدلة ويعمل بها كلها. نعم. باب الوضوء من مس القبل، هذا ناقض آخر، مس القبل من الرجل أو المرأة مباشرة بدون حائل، إذا مس قبله، مس ذكره أو مست المرأة فرجها، أو أحد الطرفين مس فرج الآخر، انتقض الوضوء لأن هذا أيضا مظنة خروج الشهوة. نعم. باب الوضوء من مس القبل. عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، في رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. نعم، هذا هو الدليل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، لكن مباشرة بدون حائل كما يأتي، أما من وراء حائل فلا يضر. مس ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر، حديث بسر بنت صفوان. الرواية الأخرى أمر بالوضوء من مس الذكر، الذكر يعني سواء كان ذكره أو ذكر غيره. نعم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجه والأثرم، وصححه أحمد وأبو زرعة. وهذا أيضا دليل على أن مس الفرج قبلا كان أو دبرا، رجل أو المرأة، مس الفرج ينقض الوضوء لأنه مظنة الشهوة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. هذا يقيد الحديثين السابقين، لأن فيهما من مس ذكره أو الذكر ينتقض وضوءه، بينما هذا الحديث أنه لا بد من الإفضاء والمباشرة بدون حائل، فهو يقيد ما سبق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. نعم،
حديث له منطوق ومفهوم. منطوقه: من أفضى بيده إلى ذكره من غير حائل فقض وضوءه من غير ساتر، هذا منطوقه. مفهومه أنه إذا كان من وراء ساتر أنه لا ينتقض وضوءه، هذا مفهومه. وقوله وجب، هذا يرد قول من قال إن المس من المس الوضوء من مس الذكر محمول على الاستحباب. في من العلماء من يقول إن مس إن الوضوء من مس الذكر محمول على الاستحباب لا على الوجوب، وإلا فليس ناقضا عندهم. يقول المصنف: قوله وجب، هذا يرد هذا التأويل، يرد هذا التأويل. نعم، أن النبي صلى الله عليه لأن الوجوب غير الاستحباب. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه وجب، نعم، رواه أحمد. وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب. نعم، الذي حملوه على الاستحباب الرسول يقول وجب، والواجب غير الاستحباب. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، المستحب فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم، ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره. كذلك بعمومه، مس ذكره أفضى يده أو هذا يشمل أن يمس الفرج أو الذكر بباطن كفه أو بظاهره، ردا على من يقول إن مسه بباطنه نقض وإن مسه بظاهره لم ينقض. حديث عام. نعم، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. وبغير اليد، وبغير اليد، هذا أيضا من المفهوم. لو مسه بذراعه، برجله، بأي شيء من أعضائه، لو مس ذكره بأي شيء من أعضائه لم ينتقض وضوءه، إنما ينتقض بالمس باليد خاصة. نعم، وفي لفظ للشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. نعم، مثل ما سبق. نعم، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد. كذلك هذا يدل على أن أي رجل مس فرجه فليتوضأ، أي امرأة مست فرجها فليتوضأ، ذكر والأنثى سواء في هذا. نعم، باب الوضوء من لحوم الإبل. طيب، هذه الأحاديث تدل على الوضوء من مس الذكر، ذكره أو ذكر غيره، ويدل على أنه لا بد أن يمسه من غير حائل، من غير ساتر، ويدل على أن المس خاص بالكف، ولو مسه ببعض أعضائه لم يؤثر هذا، ويدل على أنه يستوي مس الفرج بظهر الكف أو ببطن الكف، كل هذا داخل في العمومات، فمن خصص شيئا منها عليه الدليل، ويدل على أنه واجب وليس بمستحب كما قال بعضهم. لكن الذين لا يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء استدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا قال: إنما هو بضعة منك، يعني لا ينقض، كما لا ينتقض لو مسست رجلك أو
وجهك أو أي جزء من بدنك لا ينتقضه، كذلك الذكر بضعة منك مثل سائر أعضائك. أخذ بهذا من لا يرى نقض الوضوء بمس الذكر، لكن الجواب عن هذا أن حديث بسرة متأخر عن حديث طلق، لأن إسلام بسرة متأخر عن إسلام طلق بن علي، فيكون ناسخا له، حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي رضي الله عنه. نعم. فالصواب أن مس الذكر ينقض الوضوء بالشروط التي مرت. نعم. باب الوضوء من لحوم الإبل. هذا ناقض آخر، لحوم الإبل إذا أكلها الإنسان وهو على وضوء ينتقض وضوءه، إذا أكل لحم الإبل خاصة ينتقض وضوءه، أما إذا أكل غير لحم الإبل كلحم الغنم أو الطيور أو غيرها لا ينتقض وضوءه، إنما هذا خاص بلحوم الإبل، إذا أكل شيئا منها انتقض وضوءه. نعم. باب الوضوء من لحوم الإبل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال دل على أن لحوم الغنم لا، أكل لحوم الغنم لا ينقض الوضوء، لكن إن شاء أن يتوضأ من باب النظافة فلا بأس. نعم. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال نعم، ولم يكتفي بقول نعم، مع النعم جواب كافي، لكن زاد توضأ من لحوم الإبل. نعم، توضأ من لحوم الإبل، فدل على أن أكل لحم الجزور وهي الإبل أنه ناقض للوضوء، أما أكل لحم البقر، لحم الغنم، لحم الطيور، لحم الضبا، السمك، هذا كله ما ينقض الوضوء. نعم. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. نعم. قال أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. كذلك مما تختص به الإبل أنه لا تجوز الصلاة في معاطنها، مرابضها يعني معاطنها، لا تجوز الصلاة، وهي من البقاع المنهي عن الصلاة فيها. أما مرابض الغنم ومعاطن الغنم فلا بأس بالصلاة فيها. نعم. وما هي العلة في الوضوء من لحم الإبل ومنع الصلاة في معاطنها؟ الله أعلم، ليس هناك علة منصوصة، الله أعلم. نعم. قال أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. قال أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. كذلك سئل عن الوضوء من لحوم الإبل أي من أكلها، قال توضأوا منها، هذا دليل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. نعم. وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. أما لحوم الغنم فأكلها لا يوجب الوضوء، يعني لا ينقض الوضوء، ولو أنك متوضي وجلست وأكلت لحم غنم فأنت على وضوئك، تصلي على وضوئك. نعم. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشيطان. هذه علة، يعني علة منصوصة، لكن السبب أن الإبل يتوضأ منها لأنها يعني فيها شيطنة طيشان والشياطين تلابسها، خلاف الغنم فهي هادئة من عادتها الهدوء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعوا الغنم ولم يرعوا الإبل، رعوا الغنم لأن الغنم فيها سكينة، فيها هدوء،
وفيها أن الذي يرعاها يكتسب رفقا، يكتسب الرفق والسكينة وعدم الطيش، خلاف الذي يرعى الإبل ويمشي مع الإبل يكتسب الطيشان وارتفاع النفس وغير ذلك. ففيها شيء من ملابسة الشياطين. نعم. وسئل عن الصلاة، هذا هو الله أعلم العلة في الوضوء من لحوم الإبل وعدم الصلاة في معاطنها، أن لها مساس أن للشياطين مساسا بها. نعم. وسئل عن الصلاة، وهذه العلة هي التي استنبطها ابن القيم رحمه الله وأكثر الكلام عليها. نعم. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة، رواه أحمد وأبو داود. علل الصلاة في مرابض الغنم لأن فيها بركة وهدوء وسكينة، فضلاتها طاهرة. الإبل فضلاتها طاهرة أيضا، لكن لا تجوز الصلاة فيها لأنها لا يعني تلامسها أو تلابسها الشياطين. نعم. وعن ذي الغرة قال عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال لا. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. نعم، هذا من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد في المسند، مسند أبيه أحمد بن حنبل. نعم، وهو مثل ما سبق، هو مثل ما سبق، تفريق بين الإبل والغنم. الإبل يتوضأ من لحومها ولا يصلى في معاطنها، أما الغنم فلا يتوضأ من لحومها ويصلى في معاطنها. نعم. قال إسحاق ابن راهويه صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء. حديث جابر الأول الذي في أول الباب، حديث البراء. نعم. باب الذين ذهبوا إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما مست النار، وهذا يشمل لحوم الإبل لأنها تطبخ بالنار. لكن الجواب عن هذا أن هذا حديث عام، مما مست النار حديث عام يخصصه حديث الوضوء من لحوم الإبل، لا تعارض بين عام وخاص، هذا قاعدة معروفة. نعم. باب المتطهر يشك هل أحدث. نعم، خلصنا من النواقض. بقي إذا شك الإنسان في الحدث كان على وضوء على طهارة بيقين، ثم شك هل انتقل وضوءه أو لا، أو العكس كان على غير طهارة ثم شك هل تطهر أو لا. القاعدة المتفق عليها والتي دلت عليها الأحاديث أنه يبقى على اليقين ولا ينظر إلى الشك، فإذا تيقن الطهارة فإنه يبقى عليها ولا يؤثر الشك، لأن الشك لا ينقض اليقين. والعكس إذا كان متيقن أنه على غير وضوء لكن شك هل تطهر أو لا، يقول لا، الأصل أنه باقي على عدم الوضوء ولا يثبت الوضوء بالاحتمال فيتوضأ. هذه قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. أراحت الناس وأراحت الموسوسين
راحة الموسوسين. فاليقين لا يزول بالشك يا أخي. إذا توضأت وشككت ووسوست هل انتقض وضوءك؟ أنت باقي على وضوءك سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة. نعم. باب المتطهر يشك هل أحدث؟ عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الجماعة إلا الترمذي. يعني إذا شك أنه انتقض وضوءه ويصلي، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان قد يخيل إليه أنه أحدث وهو يصلي. الله أراحه بهذا الفرج، وهو أنه يلازم اليقين ولا يلتفت إلى الوساوس. نعم. حتى يسمع صوتا يعني للحدث أو يجد ريحا له. ما لم يجد هاتين العلامتين فإنه باق على طهارته ويستمر في صلاته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. وهذا اللفظ عام في حالة الصلاة وغيرها. نعم، في المسجد عام في كونه يصلي أو جالس في المسجد. وأيضا الحديثان عامان في المكان سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. نعم. باب كان في الصلاة أو خارج الصلاة، قاعدة عظيمة مريحة للمسلم. اليقين لا يزول بالشك. نعم. باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. ما يشترط له الطهارة من العبادات نؤجل هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصعيد الطيب هو ما تصاعد من الأرض. لا، ما تصاعد من الأرض ما هو طيب مطلقا، ما هو طيب مطلقا، يكون نجسا، غبار نجس. نعم. الصعيد الطيب هو الطاهر. نعم. يقول ما هو كل ما تصاعد من الأرض فهو طيب. نعم. يقول: حفظك الله، في السنة الماضية في الحج أدركتنا صلاة المغرب والعشاء ونحن ذاهبون لمزدلفة، فخشينا أن يخرج وقت العشاء وليس معنا ماء، فقال المشرف على الحملة في الحافلة: اضربوا على المقاعد التي أمامكم وتيمموا، ثم ليصلي كل واحد في مكانه. فهل هذا صحيح؟ وهل المقاعد مما تصاعد من الأرض؟ يبيهم ما يحولون، لأنهم لا حولوا انتشروا وشق عليه جمعهم ويفتي والعياذ بالله. ما يجوز الكلام هذا، ما يجوز له الكلام هذا. وأيضا وقت العشاء ما يخرج إلا آخر الليل، ما عليهم ضيق. وقت العشاء ما يخرج إلا آخر الليل ما عليه ضيق. والضرب على المقاعد السيارة لا، ما يصلح، لأن ما في غبار، ما فيها غبار. الصلاة في السيارة لا تصلح أيضا على المقاعد، ما يركع ولا يسجد ولا. هذا كله كلام باطل. فعليكم إعادة الصلاة، ويجب أن هذا ينبه على هالكلام وهذه الجراءة. من قال له يفتي؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذهاب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترافه بما عمل من سيئة، هل هذا مشروع أم أن الأولى أن يستر الإنسان على نفسه إذا عمل شيئا سيئا؟ ما هو يذكر هذا للرسول لغرض وهو الطهارة، قصده الطهارة، هل تنتقض ولا لا؟ أما لو كان في غير الطهارة يمكن يستر على نفسه، لكن الطهارة ما يستر على نفسه ويبقى على جهل، صلي بدون وضوء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع لمن أحدث ذنبا أن يتوضأ؟ ذنبا؟ نعم، هم ذكروا التوبة، إذا أراد يتوب يتوضأ ويصلي ركعتين يتوب إلى الله، يسمونها صلاة التوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يعمل هل يشرع أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا صالحا من دعوة إلى الله أو غير ذلك؟ إذا أراد أنه يقرأ القرآن أو أراد أنه يدعو الله عز وجل يتوضأ، كونه على طهارة أحسن، العبادات كونه على طهارة أحسن، أما الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ورد أنه يتوضأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مس المرأة بدون قصد وذلك لشدة يقول هل مس المرأة بدون قصد وذلك لشدة الزحام كما في الحرم في الحج مثلا ينقض الوضوء؟ نعم، إذا مسستها مباشرة بدون حائل ينتقض الوضوء بدون حائل، ومع قصد وشهوة. أما إذا مسها بدون طاحت يدك عليها من غير قصد، عند الإمام أحمد أن هذا لا ينقض الوضوء، وهو القول الثالث الذي قال عنه المؤلف أنه أعدل الأقوال وأنه تجتمع به الأدلة. نعم. فإذا قصدت هذا وقعت يدك عليها من غير حائل ينتقض الوضوء، أما إذا لم تقصد هذا فليس عليك شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ ولا كان ما يطوف أحد، كان ما يطوف أحد، لأن يزدحمون الناس والرجال والنساء، كان ما يصح طوافهم، هذا من الحرج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مس المرأة بشهوة مع وجود حائل، هل يكون ناقضا للوضوء؟ إذا خرج منه شيء ينتقض الوضوء، أما إذا لم يخرج منه شيء ومع وراء حائل لا ما ينتقض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل توضأ ثم صلي، ألا يفهم من ذلك على أن هذا الفعل من أسباب تكفير الذنوب كما ورد في أحاديث أخرى، لا على أن الملامسة توجب الوضوء؟ مع هذا يدل على هذا وهذا يا أخي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان إماما يصلي بالناس ثم تذكر أثناء صلاته بهم أنه قد مس ذكره، من كان إماما يصلي بالناس ثم تذكر أثناء صلاته بهم أنه قد مس ذكره فأكمل صلاته ولم يقطعها أخذا بالخلاف، فماذا عليه؟ لا، ما يصح الأخذ بالخلاف إذا كان يرى أن مس الذكر مباشرة ينقض الوضوء، فلا يستمر في صلاته يقول فيه خلاف، مثل ما يقول بعض الناس كل مسألة فيها خلاف. لا، إنسان على حسب ما يعتقد ويجزم ينصرف من الصلاة، إما يخلف واحد يصلي بهم ولا ينتظرون لما يجي يصلي بهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مس قبل الطفل أو مس فرج الطفل هل ينقض الوضوء؟ نعم، الكبير والصغير عموم الذكر سواء من صغير أو من كبير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول عندنا في بلاد الغرب كثير من المسلمين يصافحون المرأة لأن عادة البلاد هناك تلزم بذلك، في هذه الحال هل هذا الفعل ناقض للوضوء عند المصافحة؟ المصافحة حرام، المصافحة حرام ولو خالفت العادة، الواجب أن العادة تخضع للدليل ولا يخضع الدليل للعادة، فلا يجوز مصافحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، كما قالت عائشة ما مست يده يد امرأة قط، وكان يبايع النساء بالكلام لا يصافحهن،
لا تجوز مصافحة المرأة. أما قضية أنه ينقض الوضوء هذا إن كان لشهوة ينقض الوضوء على الصحيح، إن كان من غير شهوة فلا. نعم. لكنه فعل محرما يأثم عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مس الرجل ذكره بدون قصد يوجب الوضوء، كأن يمسه عند إرادته اللبس مثلا؟ نعم، إذا مسه مباشرة ينقض الوضوء لإطلاق الأحاديث ولو من غير قصد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن لحوم الغنم، إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، هل يؤخذ من هذا أن الوضوء من لحم الغنم مستحب؟ لا، متساوي، إن شئت وإن شئت، يعني متساوي، ما فيه أفضلية لبعض الطرفين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أكل كرش الإبل وكذلك الأمعاء والكبد وشرب المرق هل ينقض الوضوء؟ عموم الحديث ينقض الوضوء، يقتضي أنه ينقض الوضوء، كل ما يؤكل من الإبل ينقض الوضوء، هذا مقتضى إطلاق الحديث. لكن بعض العلماء يقولون ما ينقض لأنه لا يسمى لحما في اللغة، فلو وكلت واحد يشري لك لحم ثم شرى لك كبد ولا كرش، هل يكون نفذ الوكالة؟ يقولون لا. فهذا دليل على أن هذه الأشياء لا تسمى لحما في اللغة عند الإطلاق، لكن عموم الحديث أنه ينقض الوضوء. نعم. كذلك حفظك الله، يقول شرب مرق لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ لا لا لا، ما ينقض الوضوء، شرب المرق وشرب الحليب ما ينقض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشمل مس الذكر مس الأنثيين وكذلك الخصية أو لا يشمله؟ يشمل، لأنه من الفرج، هذا من الفرج، الحديث فرج، من مس فرجه أو أفضى بيده إلى فرجه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بمبارك الإبل؟ هل هو مكان نومها وأكلها وشربها، أو المقصود كل المبارك مطلقة؟ المكان الذي تجتمع فيه الإبل بعد ما ترد الماء، تجتمع تعطن أو تبيت فيها، كل ما تجتمع فيه فإنه معاطن للإبل. أما لو أنها بركت في محل عارض ما يعتبر معاطن، ما عطنت فيه واعتادت هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وقع إنسان في العادة السرية المحرمة فهل يكفيه الوضوء أم يجب عليه الغسل؟ إذا خرج منه مني يجب عليه الغسل، أما إذا لم يخرج شيء فيجب عليه الوضوء لأنه مس ذكره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من كان عليه جنابة ثم اغتسل ولم يتوضأ ولم يتمضمض أو يستنشق، فهل غسله صحيح؟ الغسل صحيح، لكن يبقى عليه الحدث الأصغر، ما نواه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الغسل صحيح، لكن يجب عليه أن يتوضأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، بعض الناس يقومون بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعب ولكن السراويل تبقى طويلة، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك إذا نزل عن الكعب فهو حرام ولا يجوز، سواء سراويل أو بشت أو ثوب أو إزار أو كل ملبوس، إذا نزل عن الكعبين للرجل فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعضهم يقول حفظك الله، إنه ما فعل ذلك بسبب الكبر، فهل هذه إذا فعل هذا بسبب الكبر فالإثم أشد، كبر وإسبال. أما إذا ما فيه كبر لكنه تساهل في رخاء اللباس تحت الكعب وقال ما يخالف أنا ما قصدي، نقول لا، هذا حرام، هذا إسبال، أنت ما قصدت الكبر لكن هذا إسبال. قال صلى الله عليه وسلم، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار،
مطلقة، ولم يقل ما كان أسفل الكعبين متكبرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المعتكف إذا أحدث أن يخرج من المسجد ويتوضأ أم يجوز له المكث؟ جزء المكث، المكث المكث ما يخالف، يمكث في المسجد ولو على غير وضوء، لكن إذا أراد أن يصلي فإنه يجب عليه الوضوء والخروج من المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حججت في العام الماضي ولله الحمد مع أمي وابنتي، وعند الميقات انشغلت بتلقين التلبية لأمي لأنها كبيرة في السن، وكانت السيارة بمحاذاة الميقات فتجاوزته ولم أعين النسك عن ابنتي التي كان عمرها سنة، ولبيت عنها بعد الميقات بحوالي 10 كيلو عندما تذكرت، فهل يلزمها دم؟ نعم نعم يلزم دم، يكون عليك أنت لأن هي ما تعقل ولا تدري، يكون تذبح فدية في مكة وزعها على فقراء الحرم لأنك تركت واجبا. نعم. ويقول حفظك الله، وهل أصوم عنها لأنها كانت متمتعة أم يلزمها هدي أذبحه في مكة الآن؟ يلزم الهدي وتقضيه، ما دام ما ذبحته تقضيه، تذبحه الآن قضاء، وإن كان ما تقدر على ذبحه فإنك تصوم عنها 10 أيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى بالنسبة للزوجة الناشز فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هل هذا الترتيب واجب بحيث إذا قدم أحد هذه الأشياء على الآخر يكون آثما؟ نعم، لا يجوز، لا يجوز يقدم أحدهما على الآخر، كما هذا تدرج، الأسهل فالأسهل، هذا تدرج لابد من التمشي عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة قراءة سورة تبارك هل من السنة قراءة سورة تبارك سورة الملك وآخر الآيتين من سورة البقرة بعد صلاة المغرب، هل هذا من السنة؟ أما قراءة آيتين من سورة البقرة مع ورده المساء والصباح لا بأس، أما تبارك ما هي بتقرأ في الورد، ما ورد أن تقرأ في الورد. نعم ورد فضل قراءتها وأنها تنجي من عذاب القبر، لكن ما يخصص هذا بالورد أو بوقت معين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم المذي، ما حكم المذي بالنسبة للرجل والمرأة، ماذا يوجب؟ ماذا إيش؟ خروج المذي من المرأة أو من الرجل. يقول ماذا يوجب على الإنسان؟ يوجب الوضوء، يوجب الاستنجاء وغسل ما أصابه من الثوب والبدن والوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السيئات تضاعف بالحرم المكي والحرم المدني كما تضاعف الحسنات؟ لا ما هي بتضاعف، لكن تغلظ، بفرق بين التغليظ والمضاعفة، تغلظ، يغلظ الإثم عليها، من يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، فيغلظ الذنب والعياذ بالله والمعصية في الحرمين أكثر من غيرهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من أكل لحم الإبل ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة؟ الأمر سهل، يروح يتوضأ ويصلي، يروح يتوضأ ويصلي لأنه صلى على غير طهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن السبب من الوضوء من لحوم الإبل أن رجلا أحدث بينما الصحابة مجتمعين فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرج من أحدث، فقال من أكل من لحوم الإبل فليتوضأ، هل هذا الكلام صحيح؟ الأحاديث اللي معنا ما فيها هذا الشيء، ما فيها هذا الشيء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل مطلق أحدث أو لم يحدث عند الناس،
إن كان هذا حصل وأنا ما أدري هو حصل ولا لا، هذه حالة أخرى ما تدخل في الحكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى في مبارك الإبل فهل يلزمه إعادة الصلاة؟ لا، لكن إذا لم يقصد ذلك وصلى جاهلا فلا حرج عليه، الجاهل لا يؤاخذ. أما إذا تعمد فصلاته صحيحة لكن يأثم بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك مبارك للإبل لكنها نظفت هذه المبارك بعد فترة من الزمن وصار المكان نظيفا، فهل يجوز الصلاة في هذه المبارك وهذه المرابط؟ إذا زال أثر الإبل فلا بأس، إذا زال أثر الإبل وبروك الإبل وصارت ما تسمى معاطن ولا مبارك ما في بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل وتقول إنها قد أدت فريضة الحج منذ أكثر من 5 سنوات، تقول وعند رمي الجمرات ولشدة الزحام رميت الجمرات جميعا مرة واحدة، فماذا عليها الآن؟ عليها فدية، لأن ما صح رميها لم يصح، فعليها فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تصلي الفريضة على كرسي لألم في ركبتيها ثم توقفت مرة بالسيارة لصلاة المغرب عند أحد المساجد، ثم توقفت مرة كانت راكبة للسيارة لصلاة المغرب عند أحد المساجد فصلت في السيارة، هل صلاتها صحيحة؟ يعني إن على كرسي السيارة مثل ما هي على كرسي في المسجد أو في مكان آخر، إذا كانت متوجهة إلى القبلة والمكان طاهر فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة لأنها ستصلي بالإيمان ركوعا وسجودا سواء في السيارة أو خارج السيارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت قبل سنوات قد لمست ذكري بدون قصد وصليت، والآن قد تبين لي أن ذلك ينقض الوضوء، فماذا علي؟ هل أعيد هذه الصلاة؟ الأمر سهل، تعيد الصلاة وهذا شيء سهل ولله الحمد، ما يشق عليك، تعيد الصلاة لما علمت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح لمن يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هل يصح له أن يصلي خلف من يرى أن لحم الإبل لا ينقضه؟ لا يصلي خلفه إذا علم هذا، إذا علم لا يصلي خلفه، لأنه يعتقد أنه يصلي بغير وضوء، يعتقد أنه يصلي بغير وضوء فلا يصلي خلفه، أما إذا لم يعلم صلاته صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه إذا مات فيهم ميت كالأبي مثلا فإنهم ينحرون له إبلا خاصة؟ ما حكم ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه إذا مات فيهم ميت كالأب مثلا فإنهم ينحرون له إبلا في أول عيد للأضحية التي تلي موته، هل هذا مشروع؟ في أول عيد للأضحية، أول عيد الأضاحي. نعم. لا، هذا من البدع وأيضا من الإسراف، إذا أرادوا يضحون له ضحية معروفة، يذبحون شاة فيها خير وبركة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي أولاد وأحدهم يسكن في بيت للأجار، فهل لي أن أقرضه لشراء بيت له يسكن فيه هو وأولاده؟ إذا كان قرض سيرد ما في مانع، المهم أنه يرد القرض. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أشتري الذهب لزوجتي في هذا الوقت حتى لا يرتفع سعره لأنني على مقربة من حفل الزفاف، يقول لكني أخشى عليه إذا اشتريته من السرقة، فهل يجوز لي بعد أن أشتريه وأن أدفع الثمن كله للبائع، هل يجوز أن أتركه عند البائع
من باب أنه وديعة ليحفظه لي. إذا قبضته وحجزته ثم رددت عليه من باب الحفظ بعد ما تقبضه ما في مانع. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما يسمى بزواج المسيار ما حكمه من ناحية الشرع؟ ما يسمى بزواج المسيار؟ وأيضا أنا أقول ما هو بلازم تودعه عند اللي باعه عليك، ودعه عند جاره ولا عند واحد آخر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بزواج المسيار، ما الرأي وما الحكم فيه؟ زواج المسيار من حيث شروط العقد وأركان العقد تامة، فهو عقد صحيح. أما من حيث أنه ما تحصل فيه مقاصد الزواج، من كون الزوج يستلم المرأة في بيته ويربي عياله عنده، والمرأة أيضا